لا، بالنسبة لمادة السيرولوجي هي مادة عملية أساسية لها تطبيقات كثير مختلفة. إحنا اللي بهمنا في هذا المساق نفهم أساسيات اللي هو علم السيرولوجي من ناحية الفحوصات وتطبيقاته وأنواع الفحوصات وكيف بيتم قراءة النتائج وكيف بتحدد الفحص لأي مثلا مرض معين. وحنأخذ بعض الفحوصات خلال الفصل هذا، وفي فحوصات إن شاء الله حنستكملها بالفصل القادم إن شاء الله. فخلال الفصل حنركز على فحوصات معينة، نوع معين من الفحوصات زي ما حنتعلم اليوم. طبعا سيرولوجي هو مصطلح علمي قديم بيدلل على اللي هو من اسمه سيرو اللي هو سيرام، وأولوجي طبعا اللي هو العلم. السيرو لما نقول سيرو هذا معناته بدلل على مواد اللي هي الاجسام المضاده الموجوده بالسيرام، والرياكشن اللي بيصير فيها من هو الانتيجن انتي بودي رياكشن اللي بيحدث من خلالها. لكن هذا صار اللي هو لما هذا السيرو لحاله اللي هو من سيرولوجي. فلما صار علم كامل السيرولوجي صار عندنا هنا العمليه بتم فحص هذه الانتي بودي الموجوده في سيرام المرضى من خلال عمل فحوصات ان فيترو. لما نقول كلمة ان فيترو ايش يعني ان فيترو؟ ايش يعني ان فيترو؟ هاي الكلمة ان فيترو معناته انه هذا بيتم في داخل اللي هو انبوبة الاختبار. لما نقول مصطلح ان فيترو يعني احنا بنعمل الرياكشن وبنفحص هل وجود الانتي بودي موجود في عينة المريض ولا لا في داخل انبوبة الاختبار. هو الانتي بودي ممكن يكون من بياخذ العينه من جسم المريض. طبعا الشغل تبعنا عشان هو سيرولوجي مشتغل على سيرم، مشتغل على سيرم. فالعينه هنا هو يعني يعد السيرولوجي هو احد البرانشز التفرعات اللابراتوري ميديسن اللي هو الطب المخبري، بيفحص فيه اللي هو دم المريض، نفحص السيرم، بندور على دلالات وجود اللي هو الانفكشن من خلال عمليه التقييم الانفكشن الانتيجين انتي بودي رياكشن. الانتيجين هو تاع الفيروس مثلا او البكتيريا او اي كان، والانتي بودي هو اللي بيكونه جسمنا احنا كردة فعل ضد هذه الانتيجينات الغريبة. طبعا من ناحية عملية السيرولوجي زي ما قلنا هو بيستفيد منه، احنا بنستخدمه لعملية الدياجنوز والايدنتيفيكيشن للانتي بودي. هل جيت فيه هل في موجود انتي بودي بالسيرة المرضى ولا لا؟ وكذلك ممكن نعمل برضه ديتكشن وسيرو تايب للانتيجين، يعني بعض انواع البكتيريا بنعملها سيرو تايب باستخدام برضه سيرولوجيكال تيست. واضح كيف؟ هو يعني كفحص نستخدمه في التعرف على او تشخيص بعض الامراض من خلال الانتي بودي، وكذلك ممكن نفحص الانتيجينات بتاعت هذه مثلا البكتيريا، نحدد السيرو تايب تبعها. مش عارف اخذته في مواد المايكرو، اخذت السيرو تايب تبع مثلا ستريبتوكوكس الجروبز تاعتها في جروب A B. شباب واخذته بناء غير السيرو تايب انه تمام. في بيتا هيموليتيك والفا هيموليتيك اذا انتم ذاكرين. فهذه عمليه تحديد السيرو تايب هو اللي بيحدد الجروبز مثلا تاعت البكتيريا الستريبتوكوكس، وبناء على المواصفات الثانيه اللي بتاعت كل جروب على حسب اللي هو التحاليل اللي بتقوم فيها كل جروب. احنا بنركز على عمليات اللي هو السيرو تايبنج. لما نقول سيرو تايبنج يعني بنحدد الانتيجينات باستخدام انتي بودي معلوم. ايش اصلا هو الانتيجين او ايش اصلا هو الانتي بودي؟ هاي التعريفات عندكم موجوده بالكتاب، الانتي بودي والانتيجين. الانتيجين هو اي جسم غريب، ممكن هذا الانتيجين اللي هو غريب عن جسمنا احنا معايا، وممكن يكون سيلف انتيجين، ممكن يكون حاجه بنسميها فورين اللي هو انتيجين غريب، وممكن يكون سيلف انتيجين. طيب ايش يعني الانتيجين؟ الانتيجين هذه بتكون عباره عن مواد، اساس مواد اللي هو الانتيجين مولكيول هذا الاصفر شايفينه لهان، هذا الاصفر. الانتيجين الموجود هنا هذا عباره عن بعض المواد الموجوده فيه، بتكون يا اما بروتينات يا اما كومبلكس، بيكون بروتين مع بولي ساكرايد مع سكريات، وهذا بيكون اقوى الانتيجينات، يعني عنده قدره على تحفيز جهاز المناعه بشكل كبير. ممكن يكون طبيعه الماده تبعته عباره عن دهون مع بروتينات، فهذا برضه قوي بحفز جهاز المناعه بشكل قوي كبير.
ايش يعني بحفز جهاز المناعه؟ بيخلي جهاز المناعه يقدر يتعرف عليه ويكون ضده اجسام مضاده، هاي معنى تحفيز جهاز المناعه. ماشي؟ فالانتيجين هو جسم غريب له من ناحيه كيميائيه طبيعه الماده تبعته مختلفه، في منه ممكن يكون بروتينات، ممكن يكون بروتين مع سكريات، او بروتين مع دهون، او دهون مع سكريات. في عندنا تقريبا 3 انواع من الكومبلكس من هذا الانتيجين. كل ما كان حجمه اكبر الانتيجين، كل ما كانت قدرته على تحفيز جهاز المناعه اكبر. بالنسبه للانتيجين هو عباره عن اي جسم غريب عن جسم الانسان، بتعرف الانسان عليه او جسمنا من خلال جهاز المناعه حسب طبيعته قديش هو بيكون غريب. يعني هل هو انتيجين جاي مثلا من حشرات ولا جاي من هيومن زينا؟ فكل ما كان الانتيجين مختلف عن جسمنا، كل ما كانت ردة الفعل المناعية ضده اقوى. يعني لما تكون حشرة، لما تكون فيروس، لما يكون بكتيريا، ردة الفعل المناعية ضد هذه الانتيجينات بتكون اقوى من ما يكون انتيجين من هيومن تاني. واضحة النقطة هاي؟ فعندنا يعني قد تكلمنا عن الانتيجين، قلنا الانتيجين في منه انتيجين بكون جسمنا سيلف انتيجين، هذا الجسم ما بكونش ضده اجسام مضاده في الوضع الطبيعي. اللي بتكون ضده اجسام مضاده هو انتيجين غريب عن جسمنا قادر على تحفيز جهاز المناعه بحيث انه يتكون ضده اجسام مضاده. اذا الاجسام المضاده هذه بتتكون في منها انواع، في منها انواع. اللي بيحدد نوع الانتي بادي ايش يشبك حسب منطقه الابيتوب، هاي المنطقه اللي هي المنطقه اللي شبكت مع الانتي بادي زي ما انتم شايفين بالصوره. ها مع الجميع شايفين الصورة هذه؟ في المنطقة هاي، في هذه المنطقة شبك معاي اللي هو الانتيجين مع الابيتوب. هذه المنطقة ممكن يكون لها الانتي بادي اي وهنا انتي بادي بي. ايش الاختلاف بين الاي والبي؟ هو طبيعة اللي هو الانتيجين بايندينج سايت، الاستكشر تاع الانتيجين هنا زي ما انتم شايفين. مثلا المنطقة اللي هو عندنا في الاي بيكون الانتيجين شكله مختلف، هنا ممكن اكثر من انتي بادي يتعرف على نفس الانتيجين، ممكن اكثر من انتي بادي يتعرف على نفس الانتيجين. لكن هذه عمليه التعرف اللي بتصير للانتيجين مع الانتي بادي تعتمد على زي ما قلنا على طبيعه شكل الانتيجين، طبيعه التركيب تبعه، حجمه، كل هذه عوامل بتاثر على تعريف جهاز المناعه، تعرف جهاز المناعه على اللي هو الانتيجين هذا. فبكون لما يتعرف عليه بكون الانتي بادي اللي تكون ضد هذا الانتيجين بكون سبيسيفيك، بيرتبط في مناطق محدده من الانتيجين بنسميها ايبيتوب، اسمها ايبيتوب. قلت المناطق اللي بتشبك من الانتي بادي في الايبيتوب بسموها الانتيجين بايندينج سايت. هذه المنطقه اللي احنا شفناها هان بالصوره هاي هي نفسها اللي شبكت مع الانتيجين، هذه المنطقه نقول عنها اسمها للانتيجين بايندينج سايت. لقيت هاي المنطقه بتكون من كل نوع، هاي المنطقه اللي هي منطقه ارتباط الانتيجين بايندينج سايت، كل نوع انتي بادي هذه المنطقه بتكون مختلفه فيها عن النوع الثاني على حسب الانتي بادي الانتيجين اللي تكون ضده. يعني ممكن يكون انتيجين يتعرف هذا الانتي بادي على اكثر من نوع من الانتيجينات او اكثر من ايبيتوب لنفس الانتيجين، بس حسب ايش اللي بيحدد، ايش هو اللي بتعرف عليه، منطقه اللي هو الفيريبل ريجون تبعته اللي هي بترتبط مع الانتيجين بنقول عنها اسمها الانتيجين بايندينج سايت. نيجي نتكلم لقيتها عن الانتي بادي. ايش هو الانتي بادي؟ هو عباره عن ماده اللي هو جلايكوبروتين بيتكون عندنا اللي هو من البروتينات الجلوبيولين عفوا، وبتكون هذا البروتين بداخل جسمنا ضد اللي هو الانتيجينات الغريبه، ضد الانتيجينات الغريبه. بيحدث طبعا تكوين الانتيبادي باستحثاث اللي هو الانتيجين للجسم، فبتكون ضده رده فعل مناعيه على شكل انتيبادي وتكون في سائله، وهذا الانتيبادي بتتعرف على هذا الانتيجين الغريب وبتهاجمه سواء كان على سطح خلايا او كان في وسط ذائب مثلا زي الفيروسات او كان مثلا مواد سامه، وبتبطل فاعليتها. لما يتعرف على يشبك معاه بيبطل فاعليته. يعني مثلا لو كان مادة سامة وكان في عندنا أجسام مضادة ضدها بتتفاعل معها وبتبطل فعاليتها، زي مثلا زي ايش؟ سموم، سموم الأفاعي، سموم العقارب، هاي المواد بتاعتها السامة ممكن نبطل فعاليتها باستخدام اللي هو الأجسام المضادة ضد هذا السم.
هيك بنحمي جسمنا. طب الانتي بادي هذا من ايش بتكون؟ بتكون عندي من اربعه اللي هو تشين، بتكون من عندي اربعه بوليبيبتايد تشين، تنتين بنقول عنهم هيفي تشين، وواحده بنقول عنها لايت تشين، عفوا تنتين بنقول عنهم لايت تشين. مين هم الهيفي تشين؟ مين هم اللايت تشين؟ زي ما احنا شايفين هنا بالصوره، الخضر التنتين الخضر اللي هان في الوسط هدول بنسميهم اللي هي اللايت تشين، اللي هم الخفيفات، هدول هم الخفيفات الثقال عفوا الكبار، يعني هيفي يعني كبير، بول بتايد تشين هيفي يعني معناتها كبير هنا، والوزن المولكيولار ويت تبعه بكون كبير، فهذا بنسميها اللي هو الهيفي تشين. في عنا تنتين هيفي تشين اللي هم بسموهم اليو شيب، في عنا تنتين لايت تشين. وين التنتين اللايت تشين؟ اللايت تشين هم هذول، هاي مكتوب عليها لايت تشين اللي هو لونها سكني، هذه لايت تشين وهاي لايت تشين، تمام. اللايت تشين مرتبطه مع الهيفي تشين، والتو هيفي تشين برضه مرتبطات مع بعضهم البعض، بتكون عندي هيك الانتي بادي بشكل بسيط واساسي. بدي اياك نفهم كيف بيصير او ايش مدلولات الانتج الانتي بادي رياكشن، يعني لما عند حدوث انتج الانتي بادي رياكشن ايش العلامات اللي بتدلل على حدوث الانتجين انتي بادي رياكشن، ايش هي مراحل الانتجين انتي بادي رياكشن وايش احنا بنستفيد منها. اولا الانتجين انتي بادي رياكشن هو زي ما قلنا عنه، هو لما اقول انا سيرولوجيكال رياكشن يعني دائما اخذ مصطلح سيرولوجيكال رياكشن، معنى الكلام بيكون عندي دائما موجود، لما اقول كلمه سيرولوجيكال رياكشن يعني دائما عندي في عندي بكون اللي هو انتجين انتي بادي رياكشن. لقيتها بالفحوصات لما اقول سيرولوجيكال في الاغلب انا بتكلم على الانفيترو رياكشن. ايش يعني انفيترو؟ قلنا رياكشن يعني اشياء بتحدث في داخل انبوبه الاختبار. في كلمه مقابله لها بنقول عنها انفيفو، لقيت ان فيفو هاي الكلمه معناته انه هذا التفاعل بيصير في داخل اللي هو جسم الانسان. زي ما حنشوف في الانتج الانتي بودي رياكشن حسب مراحله، في مراحل بتتم في داخل انبوبه الاختبار، واحنا بنشوف في داخل انبوبه الاختبار، في مراحل بنشوفهاش بتتم في داخل جسم الانسان حسب وين انا بعمل الرياكشن. اذا انا عامله ان فيترو في داخل انبوبه الاختبار، في بعض المراحل بشوفهاش انا في داخل المختبر تبعي، بحتاج الى فحوصات خاصه عشان اعمل لها ديتكشن. فاحنا اليوم بدنا نتعرف على ايش هم مراحل انتج الانتي بادي رياكشن في السيرولوجيكال رياكشن، وهذه في ايش احنا بنستخدمها بناء على المراحل تبعته. في فحوصات بتكشف عن الرياكشن اللي بيصير بتاع الانتج الانتي بادي رياكشن حسب المرحله اللي هو فيها. واضح كيف يا شباب؟ حسب مرحله الرياكشن تبعته، في يعني في المرحلة الأولى بيكشفوا، في المرحلة الثانية، في مختصات في المرحلة الثالثة. طب إيش أنا بستفيد من الكشف عن وجود اللي هو الأنتيجين أنتي بادي رياكشن؟ إيش بستفيد منه؟ على إيش بيساعدني؟ بيساعدني في عمل دايجنوز لوجود انفكشن. إيش يعني انفكشن؟ يعني موجود والله عدوى مثلا بكتيرية، في فيروس موجود، وهذا بيساعد في الإبديميولوجيكال ستادي اللي هو سيرفي، اللي هو المسحات الوبائية، زي ما إحنا عندنا لقيتها في اللي هو فيروس كورونا. الوضع الحالي بيتم فحص الناس اللي بتيجوا، مبدئيا بفحصهم بفحص سيرولوجي اللي هو الفحص العادي اللي بيعتمد على وجود هل عندهم انتي بادي ولا لا. اذا كان في جسم المريض موجود انتي بادي، معناته الحاله المرضيه هذه في عنده انفكشن، بروح باكده الفحص بفحص مولوكيولار ثاني. واضح هذه الجزئيه؟ فابديميولوجيكال، لما اقول كلمه ابديميولوجيكال سيرفيز المقصود فيها اللي هو استبيانات او المسح اللي هو اللي هو الوبائي، بحيث يشوفوا هل الفيروسات هذه وين منتشره، موجوده عند الناس ولا لا، اللي هو بيكون بيمسحوا في منطقه واسعه. هذا اللي هو الابيدميولوجيكال سيرفي اللي احنا بنعمله، زي ما بيتم حاليا عندنا للناس اللي بيجوا من المعابر او المناطق اللي بيشوفوا فيها ناس موجوده فيها عندها انفكشن، بشكل مبدئي بفحصه واسرع اللي هو فحص السيرولوجي من فحص اللي هو المولوكيولا. الطريقه الثانيه او بيستخدموه كمان
للتعرف على هاي اللي هو الميكروبات اللي عاملة الانفكشن. زي ما قلنا بيحددوا السيروتايب تبعها. كل يعني ممكن بعض انواع لقيت الكورونا فيروس، في منه انواع ممكن يتحدد نوع الفيروس بناء على السيرجيكال تايب تبعته، او البكتيريا بناء على اللي هو السيرجيكال تايب تبعه. مش كل شيء زي بعضه، يعني في حاجات مميزه، انتيجينات بتكون على سطح هذه الميكروبات مميزه لهذا الميكروب عن الثاني. زي ما قلنا مثلا في الستريبتوكوكس، يعني الستريبتوكوكس حسب الجروب تبعتها، في اللي هو جروب A، في جروب B، حسب اللي هو الجروبات بتاعت اللي هو البكتيريا هذه بناء على الانتيجينات الموجوده على سطحها. فباستخدام السيروتايب بنقدر نعمل دايجنوزز للانفكشن، نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن لها، بيقدروا يعملوا مسحات وبائيه بيشوفوا وين منتشر المرض ويحددوا مناطق الانتشار بتاعت المرض. هذه من فوائد استخدام سيرجيكال رياكشن اللي هو بيعتمد على الانتيجين انتيبادي رياكشن. طيب بس هيك؟ لا، كمان ممكن نستخدمه، هنا من هنا بدا الكلام، هذه مش معاه الكلمه، اللي هو نون انفكشوس انتيجينز. برضه بنكشف عن الحاجات اللي هو نون انفكشوس انتيجين، يعني مواد انتيجينات بتكون جسمنا ضدها اجسام مضاده لكن مش انفكشوس. ايش يعني مش انفكشوس؟ يعني غير معديه، يعني مش سببها مش بكتيريا ولا فيروسات. هذه النون انفكشوس انتيجين مثلا ممكن ناس عندهم حساسيه من بعض اللي هو المواد الغذائيه، ها بكون جسمهم اجسام مضاده ضدها، فبنكشف على اللي هو الانتي بادي الموجود ضد الانتيجين اللي عامل ضده الحساسيه، فهذا برضه من يعد من النون انفكشوس انتيجين. حقيقه اي انتيجين انتي بادي رياكشن يتعرف الانتيجين الانتي بادي على الانتيجين، عندي احتماليه حدوث الرياكشن او النهايه تبعته في عندي 4 نهايات تقريبا حتصير المحتمله. بس هذا اللي بيحدد النهايه هذه وين تصير او ايش هي النهايه تبعته حسب مكانه عندنا الرياكشن هذا. اذا كان الرياكشن حدث في داخل الجسم النهايه تبعته بتكون مختلفه عن الرياكشن اللي بيحدث خارج الجسم. تمام؟ ممكن اذا هيئنا الظروف بيصير كل هذا الرياكشن اللي احنا شفناه او هذا اللي حنشوف النهايات هذه ممكن تحدث ان فيترو في داخل هو المختبر، لكن اللي احنا بنكشف عنه بنكشف على حسب مراحل اللي هو الرياكشن اللي صار. اي انتيجين انتي بادي رياكشن صار اللي هو بيحدث مع بعضه من بعض، عندي عده احتمالات له. يا اما بيعمل عندي اجلوتينيشن للميكروب، يعني بيشبك الانتي بادي مع الميكروب نفسه وبيعمل له عندي اجلوتينيشن بيتخثر معاه، وبعد هيك هذا في داخل جسمنا خلايا الفاجوسايت حتتعرف على منطقه الاف سي بورشن من الانتي بادي. هذه المنطقه اللي هي في اخر الانتي بادي بنسميها الاف سي، وهنا المنطقه الاولانيه هنا بسموها الفاب ريجون اللي هي بتشبك مع الانتي بادي مع الانتيجين. لقيت هذه المناطق اللي هم الفاب او غيره، هاي المناطق الموجوده اللي حتكون موجوده هنا عندي، هذه المناطق اللي بتشبك معاي هذه اللي بسموها الفاب، هذه بسموها اللي هي الاف سي. منطقه الاف سي في الها ريسبتور بتكون على سطح خلايا الماكروفاج. اول ما بتشوف مناطق اللي هو الاف سي موجوده مكشوفه مرتبطه مع انتيجين غريب، على طول خلايا الماكروفاج الخلايا البلعميه بتعملها عمليه اللي هو الفاجوسيتوزيز، البلعمه تاكلها. تمام؟ اول ما تشوفها هذه الخلايا موجوده مكشوفه، على طول خلايا الفاجوسايت الماكروفاج بتتعرف عليها بتعملها عمليه اللي هو فاجوسيتوزيز اللي هي عمليه البلعمه. تمام؟ هاي احد النهايات. النهايه الثانيه اذا كان هذا الانتيجين حر ذائب زي ما انتم شايفين في المنطقه هذا الاصفر، هذا انتيجين مش خليه، هذا الانتيجين مش خليه، هو انتيجين ذائب مولكيول، يعني ماده بروتينيه دخلت في الجسم ناتجه عن اكل او غيره. هذه الماده الموجوده او ممكن يكون سم بكتيريا او سم فيروسات، عفوا سم هو افعى، اي كانت الماده هاي في اجسام مضاده تعرفت عليها ارتبط معاها، حيعمل اميون كومبلكس. هذا الاميون كومبلكس بيصير له ايش؟ بريسيبيتيشن، بيحول المنتجين اللي هو هذا الاصفر اللي ممكن يكون ذائب، يعني هنا ممكن يكون حر زي هيك الانتجين، هنا هذا الاصفر نفسه
ويكون صورة ذائبة، يكون موجود في داخل السيرام وذائب حر على بعضه مش مرتبط. بتحول من الصورة الذائبة للصورة الغير ذائبة، اللي هي يعني ايش اللي بصير له ترسيب بعدها لما يكون غير ذائب، يعني ايش صار له ترسيب. غير ذائب يعني صار له ترسيب، صار بالسيميتيشن ايه. لما يتحول من الصورة الذائبة للصورة الغير ذائبة معناته تعرف عليه انتي بادي وارتبط معاه وحول لهذا الانتيجين اللي كان ذائب في داخل السيرم، خلى لي اياه عمل له تجميع مع بعضه البعض ورسبه. هذه العملية بنقول عنها اللي هي بريسبيتيشن، حول من الصورة الذائبة للصورة الغير ذائبة. النقطة الثانية أو الاحتمال الثاني اللي هو اللي صار له ترسيب، نعرف عليه الخلايا الفاجوسايت، عمل له عملية فاجوسايتوزز. تمام. النقطة الثالثة اللي هو ممكن يكون الانتيجين هذا عبارة عن فيروس، فيروس كامل وعليه انتيجينات أو بكتيريا زي ما احنا شايفين هنا، وعليها صار ارتبط فيها الانتيبادي مع الانتيجينات الموجودة على سطح. أي كانت اللي هو الفيروس أو البكتيريا، في هنا في مصطلح حاجة بنسميها اللي هو نيوتراليزيشن. ايش يعني نيوتراليزيشن؟ يعني بيعمل عملية معادلة بلوك، اللي هو بيعمل تغطية للفيروس أو البكتيريا بشكل كامل بحيث يمنع عملية ارتباطها ومهاجمتها للخلايا أو بيمنع سميتها. تمام. لما بيكون الانتي بادي بيغطيها بشكل كامل زي ما احنا شايفين بالصورة هاي، انا شابك من هان شابك من هان، مغطي كل السطح تبعها، هنا عمل الانتي بادي عملية تغطية بلوك للفيروس، بيغطي كل الاسطح تبعته البايننج سايت تبعته، بيكون غير قادر على عمل ارتباط مع الخلايا ويهاجم الخلايا من خلال ارتباطه. فلما يعمل عملية بلوكينج له يسكره، هذه العملية بنسميها احنا نيوتراليزيشن. بصير الفيروس موجود في داخل السيرم مش قادر يخش للخلايا ويهاجمها. بعد هذه الخطوة الجسم على طول خلايا الماكروفاج بتكون ماشي في الدم، وين ما بتلاقي حاجات الاف سي بورشن تبعت اللي هو الانتي بادي مكشوفة على طول حتشبك معها، تعملها فاجوسايتوزز وتعملها بلعمة وتكسر هذا اللي هو الفيروس وتخلص منه. وضحت الثلاث نهايات الأساسية هي نيوتراليزيشن، اجلوتينيشن او بريسبيتيشن. في النهاية في داخل جسمنا نهايتهم بتكون لخلايا الفاجوسايت الماكروفاج بنسميها برضه، وبتعمل عملية فاجوسايتوزز لإلها وبتخلصنا منها. طيب في احتمال ثاني يصير لهذا الرياكشن؟ في احتمال ثاني يصير لهذا الرياكشن. إذا الأنتيجينات الخلايا الموجودة زي البكتيريا هنا، أو إذا الرياكشن هذا حدث فوق سطح خلية، سيل ميمبرين بتاع خلية، هاي شايفين هذه فوسفوليبيد باي لاير، هاي سطح خلية موجودة على جسمنا. اذا الانتيجين الانتي بادي اتعرف على انتيجين موجود على سطح خليه زي هيك، معايا الجميع، حيكون الاف سي بورشن هانا تاعت الانتي بادي قادر على تحفيز اللي هو او تنشيط الكومبلمنت سيستم، وهذا الكومبلمنت سيستم بعد ما يتنشط بيتجمع مع بعضه بيعمل فتحه في داخل اللي هو السيل ميمبرين اللي هو الخليه زي ما انتم شايفين هنا. هذه الفتحه مفتوحه يعني فراغ بعد الخليه، اذا ظل فيها فتحات في السيل ميمبرين زي هيك، تنشط الكومبلمنت سيستم على سطحها وعمل فيها فتحات، حيخلي الخليه زي ما انتم شايفين هذه الصوره، شايفين هذه فتحه وهنا فتحه، الخلايا حتطلع المكونات الداخليه تاعتها حتطلع لبرا، وهيك الخليه من الاخر بتكون فرغت محتواها من الداخل وصار لها لايسز اللي هو تحلل، تتحلل الخليه بتتدمر بشكل كامل. يعني عندي عدة احتمالات للانتج انتي بادي رياكشن، يا اما بيكون عندي ترسيب، يا اما اذا كان ترسيب يعني بيكون هذا الانتيجين كان ذائب تحول من الصوره الذائبه لصوره غير، وهنا بعد هيك جسمنا بتعرف عليه اللي هو خلايا الماكروفاج بتعملها بلعمه. ممكن يحدث عندي اجلوتينيشن للميكروبات وكذلك تعرف عليه الانتج اللي هو خلايا الماكروفاج تعملها بلعمه، وممكن يحدث عندي عمليه النيوتراليزيشن بلوكج للفيروس بايندينج سايت المناطق تبعته الكليه، او يغطي خلايا البكتيريا الخليه البكتيريه كلها، هيك بتعمل عمليه اللي هو البلوكينج لها، بتمنع عمليه ارتباطها مع خلايا سطح الجسم تبعتنا احنا، وهيك بيعملها نيوتراليزيشن وبيمنع عمليه اللي هو الاتاتشمنت والانفكشن، وبيصير بعدها خلايا الماكروفاج تتعرف عليها وتعمل لها اللي هو الفاجوسايتوزيس. قلنا هذا الكلام مش بس هيك ممكن يصير، كمان ممكن هذه الخلايا هذا الانتي بادي الموجود على سطح هذه الخلايا البكتيريه ينشط الكومبلمنت سيستم
او اذا كانت موجوده هذه الانتي بادي موجوده على اي اصلا تبعاتنا احنا جسمنا، ممكن تنشط الكومبلمنت سيستم، وهذا تنشيط الكومبلمنت سيستم بنغرس الكومبلمنت، بعدها يتنشط بنغرس اوتوماتيك في الميمبرين تاع الخلايا، وبيعمل فيها فتحات. بعد ما يعمل فيها فتحات الخليه هذه حيصير لها ايش؟ تحلل، حيصير لها لايس. هذا هو المراحل او الاشياء اللي بتحدث للانتيجن انتي بادي رياكشن. اي انتيجن انتي بادي رياكشن مصيره في الجسم عندنا احد هذه الاحتمالات اللي احنا حكينا فيها. قلت اللي بدنا نعرفه انه المراحل اللي هو الانتيجن انتي بادي رياكشن في عندي ثلاث مراحل رئيسيه. الانتيجن انتي اكشن في لهم ثلاث مراحل رئيسيه، بنسميها برايمري ستيج اللي هو اول مرحله، في سكندري ستيج، وفي عندنا تيرشري ستيج. البرايمري ستيج اللي هو ارتباط الانتيجن انتي بادي رياكشن، الانتر اكشن تبعهم بيكون تفاعل غير مرئي، بيكون التفاعل غير مرئي. معي الجميع؟ البرايمري ستيج من انتيجن انتي بادي رياكشن بيكون التفاعل شماله غير مرئي، انا بشوفوش بالعين المجرده. وهذا التفاعل بيكون سريع وريفيرسبل. ايش يعني ريفيرسبل؟ يعني ممكن لو توفر الظروف يعاود يفك الانتيجن انتي بادي عن بعضهم البعض. تمام؟ كمان مره، البرايمري ستيج من التفاعلات الانتيجن انتي بادي رياكشن هذا التفاعل غير مرئي وهو سريع، ويمكن اللي هو رياكشن يعاود يفك الانتيجن انتي بادي عن بعضهم البعض. كيف بيفكوا؟ بيفكوا لان هاي القوه الارتباط تاعتهم هي قوه ضعيفه، مش يعني قويه كثير، فممكن تغيير البي اتش، تغيير الايون سترينث ممكن يفكوا، او تغيير درجه الحراره يفكوا عن بعضهم البعض. تمام؟ لقيتها حناخذ السكندري ستيج، هذا البرايمري ستيج. يعني البرايمري ستيج بيكون تفاعل سريع غير مرئي وممكن ريفيرسبل، ممكن يفكوا عن بعض. السكندري ستيج اللي هو المرحله الثانيه، هذا التفاعل بيكون فيزابل. ايش يعني فيزابل افكتس؟ يعني اشياء انا بقدر اشوفها بالعين المجرده. كيف بقدر اشوفها بالعين المجرده؟ لانه التفاعل تبعه بعد ما يرتبط الانتيجين مع الانتي بادي ويعمل حاجه بسموها كروس لينكج، التشبيك بين هذه الانتيجينات اللي هي قلنا عنها السيلوبل زي ما شفناها بالصوره اللي قبل. الصوره هاي لما قلنا هذه الانتيجينات كانت ذائبه، هو جمعهم مع بعضهم البعض زي هيك. لما يجمعهم مع بعضهم البعض هذا بنسميه احنا كروس لينكج، ربط بيناتهم. لما يربط بيناتهم كروس لينكج بيناتهم، هذا التفاعل اللي صار بيؤدي لعمليه الترسيب او اجلوتينيشن زي ما شفنا بالخلايا البكتيريه هاي. اذا ترسب او صار في اجلوتينيشن زي ما حنشوف بالفحوصات، هذه التفاعلات اشوفها بعيني المجرده. وكذلك اللي هو السيل لايسز، كمان السيل لايسز هذا التحلل الخلايا، انا حشوف الخلايا كان انبوبه الاختبار حتكون مبينه تيربد. اذا صار تحلل للخلايا حصير اللي هو انبوبه الاختبار اللي هي كلير، بقدر اشوف الكلام اللي وراها. لكن لو كانت تيربد الخلايا موجوده كثير، حاشي اجي احط كلام وراها مش حقدر ان انا اشوفه. هذا بدل على اللي هو هل بحدث عندي سيل لايسز ولا لا. اذا انا قدرت اشوف الكلام اللي وراها، معناته الخلايا هذه تكسرت وتحللت وقدرت اشوف اللي هو الكلام اللي وراها. طيب ايش كمان ممكن يصير؟ هو كيلينج اوف لايفز انتيجنز، اللي هي ايش مقصود فيها انا؟ لقيت الانتيجينات الموجوده زي مثلا الفيروس او غيره، في الاخر حيصير لها عمليه مثلا فاجوسيتوزس، حتروح تعمل ملعمة الخلايا وتحللها. هذه العمليه اللي هي اللي بنقول عنها الكيلينج. في برضه ممكن قلنا النيوتراليزيشن. ايش النيوتراليزيشن؟ المعادله، معادله السميه. معادله السميه ذكرنا مثلا اي حدا بتعرض لقرصه مثلا نحله او قرصه عقرب او حيه، عشان يعملوا معادله لسميه هذا اللي هو السموم، بيعطوا على طول بيعطوا له انتي بادي ضد سم الافعى الموجوده، طبعا على حسب نوعها. فالانتي بادي بيرتبط مع سم الافعى بيبطل مفعول سميه هذا السم. تمام؟ ارتباط الانتي بادي معاه بيعمل عمليه نيوتراليزيشن معادله سميته، وبيبطل مفعوله، ببطل اثر على جسمه. النقطه الثانيه اللي هي من السكندري ستيج، انه ايش ممكن؟ قلنا حكينا انه في امكانيه انه هذا الانتي بادي الموجوده المرتبط على سطح الخلايا زي ما شايفين بالصوره هاي، ينشط الكومبلمنت سيستم، وهذا الكومبلمنت يرتبط في سطح الخليه ويعمل عندي اللي هو سيل لايسز، يعمل عندي سيل لايسز.
اذا هذا الكومبلمنت فيكسيشن نقدر احنا نستدل عليها زي ما حنشوف بالفحوصات. حكينا عن اللي هو الفاجوسايتوزيس اللي هي عمليه البلعم، فهذه كلها اللي نتكلم فيها هذا كلياته كله سكندري ستيج الافكت، هذا الفيجوال افكت بنتيجه الانتيجين انتي بودي رياكشن. يعني كمان مره قلنا في عندنا ثلاث مراحل رئيسيه للانتيجين انتي بودي رياكشن، مراحل غير مرئيه ومراحل مرئيه. المرحله الغير مرئيه هي البرايمري ستيج، المرحله اللي هو المرئيه الفيزبل افكت بكون فيها هي السكندري ستيج اللي بتضم الترسيب والاجلوتينيشن والسيل لايسز واليوتيلايزيشن للصحه والكومنت فيكسيشن والفاجوسيتوزيس. وهذه هي اللي حنركز عليها خلال الفصل تبعنا، حنركز على التفاعلات تاعت اللي هو الاجلوتينيشن. الفصل القادم ان شاء الله حنتكلم عن فحوصات البريسيبيتيشن، حنتكلم عن الفحوصات الخاصه بالمرحله الاولى زي ما حنتعلم اليوم. طب المرحله الثالثه من مراحل الانتيجن انتي بودي رياكشن التيرشر ستيج، وهذه بتصيرش غير ان فيفو، بتصيرش كمان مره غير ان فيفو في داخل جسمنا احنا. الانتيجن انتي بودي رياكشن اللي صار ان فيفو كمان مره ايش معناته في داخل جسم الانسان، ان فيترو في انبوبه الاختبار. كل المرحلتين الاولانيات بقدر اشوفهم في انبوبه الاختبار، المرحله الاخيره هاي صعب ان نشوفها في داخل انبوبه الاختبار، الاغلب بتصير على اللي هو الانسجه او في داخل جسم الانسان. بس لكن برضه في ممكن اليه احنا نفحصها، لكن بشكل اساسي احنا بنركز عليه انه هذا الكلام بيحدث ان فيفو بالوضع اللي هو الطبيعي. الانتيجن انتي بادي رياكشن بيصير بيعمل ارتباط مع بعضهم البعض، مع الانتي بادي بيرتبط مع الانتيجين بيعمل له نيوتراليزيشن زي ما حكينا عنه، بيعمل لهذه الخلايا ممكن يعملها زي ما قلنا الانجرس انتيجينز اللي هو مقصود فيه انه بيعمل عمليه تدمير لهذا الانتيجين بعد ما يرتبط معاه من خلال ترسيبه وعمليه اللي هو فاجوسيتوز له من خلال الخلايا البلعميه، او ممكن يؤدي للتيشو دامج، ممكن يؤدي الانتيجين انتي بودي رياكشن اذا كان على مستوى مش خليه وحده، على مستوى مجموعه خلايا موجوده في النسيج بيؤدي للتيشو دامج، تحلل او تدمير النسيج هذا، لانه الكومبلمنت سيستم لما بتنشط هان عمليه تنشيطه هذه مش محدده، يعني ممكن يرتبط هذا ويتنشط وينزل على السيلن برين لاي خليه، لاي خليه كمان ممكن تكون على سطحها طبعا بتنشط حيرتبط معاه، لما يتنشط جهاز المناعه ويعمل رده هذا الفعل هذه الخلايا حتتحلل، والتحلل نتائج مخلفات هذه الخلايا ممكن يؤدي لتدمير الخلايا المجاوره، وحسب قديش اللي هو قوه رده الفعل الجهاز المناعي بيؤدي لقديش مساحته هو تدمير. واضح؟ فهذا بيؤدي ممكن عندي للتشو دامج. ايش بتضمن اللي هو الانتيجن انتي بودي رياكشن؟ بتضمن حاجه نسميها هيمورال اميونيتي. ايش يعني هيمورال اميونيتي يا شباب يا بنات؟ هيمورال معناتها بين قوسين المواد المناعيه الذائبه او السائله، زي الاجسام المضاده، زي اللي هو الكومبلمنت، هذه بنسميها هيمورال اميونيتي. في النوع الثاني من اللي هو المناعه عندنا بداخل الجسم بنسميها سيلولار اميونيتي، مناعه خلويه. الهيمورال هي ردات الفعل المناعيه زي اجسام مضاده كمان مره او الكومبلمنت. السيلولار اميونيتي المقصود فيها ردة الفعل المناعية هي اللي بتكون فيها خلايا زي الفاجوسايت، زي النيتشر كيلر سيل، في بعض انواع اللي هو الخلايا المناعية السايتو تي سيل، سايتوتوكسيك تي سيل. هذه الخلايا هي بتهاجم الاجسام الغريبة. قلت هذه الخلايا اللي بتهاجم الاجسام الغريب بنسميها سيلولار اميونيتي، اما المواد الذائبة زي اللي هو الانتي بادي او الكومبلمنت بنسميها هيومورال اميونيتي. وهذه بتهاجم مين؟ infectious disease، بتهاجم infectious disease او ممكن تكون تتنشط في حالات الالرجي الحساسيه او في حالات اللي هو immunological disease الامراض المناعيه بداخل جسم الانسان. بناء على ما سبق حسب المراحل اللي حكينا عنهم هنا في تفاعلات بتكون مرئيه او غير مرئيه، في صار عندنا general feature للانتيجن انتي بودي رياكشن. ايش هو الجنرال فيتشر؟ انه بدنا نكون عارفين الانتيجين انتي بودي رياكشن بيكون سبيسيفيك رياكشن، يعني المفروض هذا الانتي بودي ما يتعرفش على انتيجين غير هذا الانتيجين بس حسب منطقه الابيتوب تبعته، فهو بيكون سبيسيفيك رياكشن اي واحد. لكن طب هل هالكلام هذا بيمنع انه ما يصيرش حاجه بنسميها كروس رياكشن؟ هل هذا الشيء بيمنع انه ما يصيرش عندي كروس رياكشن؟ لا بيمنعش،
ممكن يحدث عندي كروس رياكشن. ايش يعني كروس رياكشن؟ يعني الانتي بادي يتعرف على انتيجين مشابه او له علاقه بشكل بسيط بالانتي بادي اللي بتكون ضده هذا الانتيجين. يعني الانتي بادي المفروض هذا مثلا الانتي بادي ضد انتي اي، لكن تفاجأنا الانتي بادي هذه بيشبك مش بس مع الانتي اي، برضه في مع مثلا الانتي اي بي، مثلا مع عفوا مع انتيجين اي بي. فهو صح انتي اي، لكن اي شيء فيه جزء مشابه من هذا الانتيجين هو ضد هذا الانتي بادي برضه ممكن يشبك معه. فعشان هيك بيقدر يعمل عندي حاجه بنسميها اللي هو كروس رياكشن، بيعمل عندي كروس رياكشن. هو الاصل انه الرياكشن تبعه سبيسيفيك رياكشن ما يشبكش مع غيره، لكن اذا وجد هذا الانتيجين في له انتيجين مشابه له على مع انتيجين ثاني ممكن يشبك معه ويعمل عندي رياكشن بوزيتيف. النقطة الثانية اللي نتكلم عنها اللي هو ما فيش عندي الانتيجين انتي بادي رياكشن، بيصيرش في له ديناتوريشن. الانتيجين انتي بادي اثناء اللي هو الرياكشن تبعهم بيكونش صار عندهم ديناتوريشن، يعني مش بيكونوا مع بعضهم البعض، بتغيرش الاستراكشر تبعهم، بيخربوش. يعني نتيجة ارتباط الانتيجين مع الانتي بادي بيخربش، بيصيرلوش ديناتوريشن للبروتين. يعني البروتين تبعته الخصائص بتاعت الانتي بادي او الانتيجين بتغيرش الخصائص تبعتهم من ناحية اللي هو الموليكولار ستراكشر تبعهم. تمام. الكومباينيشن ممكن يكون يحدث على اسطح الخلايا، على السيرفس زي ما قلنا، بيكون هذا الارتباط ارتباط قوي، وممكن يكون عندي اللي هو، لكن هذا الارتباط القوي ممكن يحدث له ايش؟ ريفيرسبل، يعني يقول زي ما قلنا يفكوا عن بعض. كيف يفكوا عن بعض؟ ممكن نغير درجة الحرارة، ممكن نغير درجة الحموضة، بي اتش، يفكوا هذا الانتيجين انتي بادي عن بعضهم البعض. او حكينا عن نتائج اللي هو الانتيجين انتي بادي رياكشن، ممكن يحدث عندي ترسيب، ممكن يحدث عندي اللي هو اجلوتينيشن. تمام. هذه هي الجنرال كاركترستيك للانتيجين انتي بادي رياكشن. كمان مرة الشري البرايمري ستيج بيكون غير مرئي التفاعل، السكندري ستيج بيكون التفاعل مرئي، التيرشري ستيج بيكون هو مصير التفاعل اللي هو اللي كان مرئي اللي هو لما يصير عمليه اللي هو الترسيب او الجلوتينيشن، المصير النهائي تبعهم ايش رده الفعل تبعته على او عمليات تنشيط الكومبلمنت بيؤدي الى تحلل الخلايا بشكل كامل وتدمير. هذا اللي هو عنه حكينا عنه بيتم في داخل جسم الانسان، وقلنا عنه اللي هو بيعد من التيرشري ستيج. بناء على ما سبق بيتم تصنيف الانتيجين انتي بادي انتر اكشن والفحوصات اللي بتعمد عليهم الى برضه لثلاث ستيج حسب الستيج اللي هي بيشتغل عليه. والله بيشتغل في التفاعلات اللي هي الفحوصات بتكشف عن التفاعلات الغير مرئيه زي اللي هو البرايمري سيرجيكال تيست، هذا بيكون عباره عن ماركر مثلا تكنيك اللي هي زي اللي هو الاليزا الانزيم لينكد نيورو سولفر اسي، او اللي هو ميونو فلوريسنت انتي بادي تكنيك، او الراديو ميونو اسي. هاي الفحوصات كلها تكشف عن المرحله الاولى او اوائل مراحل انتيجين انتي بادي رياكشن اللي هو التفاعلات الغير مرئيه، وهذا حنتكلم عليه ان شاء الله. في منه حنتكلم عن الفصل هذا، في منه حنوقف ان شاء الله اللي هو الفصل القادم في سيرولوجي 2. بالنسبه احنا كل معظم اللي حتكلم عنه خلال الفصل هو سكندري سيرولوجيكال تيست اللي هي بتعتمد على الاجلوتينيشن تيست. زي ما انتم شايفين السكندري اللي هو اي شيء تفاعل مرئي، فاذا كان ترسيب البريسيبيتيشن تيست او اجلوتينيشن تيست هذول تفاعلات مرئيه، والكومبلمنت فيكسيشن تيست زي ما حنشوف ان شاء الله برضه هو تفاعل مرئي، والسيرم النيوتراليزيشن تيست اللي هو عمليه النيوتراليزيشن للتوكسين او للفيروسات، هذه برضه التفاعلات ممكن تكون مرئيه زي ما حنشوف في خلال هو الشرح تبعهم. بالنسبه للتيرشري ستيج سيرجيكال تيست، هنا هو بيعمل ديتيرمينيشن كبروتكتيف فاليو ضد اللي هو بسبب وجود الانتي سيرم في اي حيوان. اذا كان هذا السيرم بيعمل عمليه اللي هو بروتكشن له، بتاكد من خلال هو وجود اللي هو الانتي سيرم الموجود في اجسام المرضى او الحالات الانيمال اللي انا بفحص عنه، فبدل على مستوى الحمايه تبعتهم. هذا طبعا هذا الكلام بيكون ان فيفو في داخل جسم اللي هو المرضى،
ببين عليهم اذا كان الله عنده مرض صار مثلا عنده تطعيم او اخذ انتيبادي ضد مثلا فيروس معين ضد سم معين وعمل عمليه نيوتراليزيشن له وقف الرياكشن سميته في داخل جسمه، هذا يعد من التيرشر ستيج سيرجيكال تيست. او مثلا فحص الحساسيه بيكون مباشره بيعطيه انتيجين بنشوف هذا رده الفعل المناعيه بيكون مثلا في الجلد، هذا بيكون بين خازوق بالانتيجين تاع البكتيريا وبشوفوا مدى حساسيته ضدها، اذا صار في نيور رياكشن رده فعل ضده اليرجيك رياكشن او غيره على مستوى سطح الجلد، هنا بيكون بدل على وجود نوع اجسام مضاده بجسم المريض، هذا بيكون في التيرشري ستيج. طبعا له علامات زي علامات اللي هو الالتهاب. احنا الفحوصات اللي حنركز عليها خلال معملنا او محاضرتنا اللي هو فحوصات تتناول السكندر ستيج، حنتعرف على البريسبيتيشن تيست والابلوتينيشن والكومبلمنت فيكسيشن والنيوترايزيشن والميون فلوريسنس اللي هو بيستخدم في الميون مع ليبل المواد فلوريسنت، والانزيم ديميونو اسي او الانزيم لينك ديميونو اسي بيختصروها ايا او ايلايزا، او الراديو ميونو اسي اللي بيختصروها ريا. في نقطة أساسية إنه هذه الأنتيجين أنتي بادي رياكشن فحصها ممكن الفحص تبعي يكون يدلل على التركيز، ممكن الفحص تبعي بنفحص فيه بدلل عندي على التركيز.